ولدي بدر. واخا بدر. بنتي. نعم بنتي، شنو بغيتي؟ هذا كل بغي انا ماما راجو حساب بزاف. هدري هدري كام كلشي تسمعك. شنو سميتك؟ هنا. هنا شنو بغيتي يا هنا؟ بغيت ماما ترجع لينا. اها وجينا نشوفوها. توحشتيها بزاف. حبيبة تواصلوا معايا للزدمين وقالوا بأنك تتقلبي على بنتك، تقدري تعاودي لنا القصة أختي حبيبة؟ يا ولدي غنعاود لك القصة. أها تفضلي أختي حبيبة. الله دابا البنت. أها أنا مجوجة ومطلقة. أها أنا مجوجة ومطلقة. أها ومطلقة بها. خلا ليا خلا ليا عندها 3 سنين. أها وخنت خدمت عليها في الفوارم، خدمت عليها في الديور، خدمة خليت فاش خدمت كبرتها وقريتها. اها ياك. اها وحتى هي مهم عندها بنية. اها عندها بنية ممكن ملي قرات وما كملت وداك الشيء ناس كتمشي تخدم في القهاوي بحال هكا في اكادير في مهم فيما كان شي قهوة ولا شي تمشي تخدم. واحد النهار قالت لي امي راكي عييتي ما قديتي وكتخدمي عليا وهادي وهادي انا وبنتي وهادي وهادي. قالت لي نمشي، قالت لي راه واحد السيد غير دبر لي في هذيك في الكونترا ديال السعوديه. اها قلت لها بنتي اش بغيتي السعوديه؟ السعوديه راه ما تمشيوش لها الناس، يرس عليك الله ان شاء الله دبري تمشي برا بعدا ماشي مشكل، فرنسا ولا شي بلاصه اخرى ماشي مشكل تما ما تمشيش ليه. قالت لي لا راه هادي وانا هادي راكي كعييتي وهادي خصني نمشي نخدم عليك وحنا غير كاريين والديور نسي ندير شي دار وهادي وهادي. قلت لها صافي ما خسرت ليها. قلت لها صافي. قلت لها منين غتجيب لي شكون اللي غيدبر لك على الكونترا؟ قالت لي واحد السيد في الرباط سميت كيقول لي الشريف. شي واحد في الرباط؟ اي في الرباط يقول لي الشريف. اها وهي اللي كانت فايته مشات لمراكش خدمات في مراكش تما، خدمات تما في مراكش وقلا عرفاتها مع شي بنت بنات عرفتي بنات بعضياتهم. هي هذه قالت لي راه داك السيد كيدبر البنات على سميتو على البيزاج داك الشيء. قالت لي راه هو اللي يدبر ليا. قلت لها صافي. هو المهم اللي خرجت لها ديك الكونترا صيفط ليها قال لها المهم باش تمشي عند هذيك الناس وهادي وهادي باش سميتو صيبات الباسبور بعدا قادات كل شيء ياك. انا راه كتخلط ليا الشلحه مع انا الشلحه كتخلط ليا غير مع الشلحه ماشي مشكل. ايوا المهم صيبات الباسبور ديالها وداك الشيء قادات الوريقات قادات كل شيء. واحد النهار موصوني على هذيك البنت هذيك المراه اللي في السعوديه. قالت لي شوف انا ما تخافي عليها والو هادي وهادي. قلت لها ودي انا ما سخيت بها تمشي لتما، تما راه تنسمع انا الناس يعاودوا عليه وهادي وهادي البنات كيمشيو يتجلاو تما وهادي راه. قالت لي ما تخافي عليها والو صافي امنا بالله. المهم مشات الدريه صيفطات ليها قالت لها سيري عند هي هادي اللي في السعوديه هي حتى هي من الرباط كاينين والديها في الرباط. ومشات عندهم ركبات مشات البنت بجمعات شنطها وجمعات كل شيء ومشات ركبات مشات عندهم الرباط جلست عندهم السيمانه حتى دوزات ديك التحاليل وداك الطحب كامل اللي سميتو ديال اللي كيدوزو تما ما عرفت. المهم داك الشيء انا راه ما قريه ما عرفاش داك الشيء غير كتعاود المهم كتعاود ليا. وانا عرف اش بغات تركب جلست عندهم السيمانه في الرباط باقا خلات عندهم الشنطه في الدار عند هذيك عند مين عند هذيك مين هذيك اللي في السعوديه اللي داتها فصيفط هذاك داك الشريف راه الشنطه ديالها باقي عندي ديال الحوايج تما خلاتها عندهم في الدار الرباط. عند مين داك السيد اللي تيدي لبرا؟ ولا مت المراه ما هذاك الشريف غير ما تسمعكش. الو عفاكم كلشي برك على قليب عفاكم لعلا حسن القوات السيد راه مختفي في السعوديه ما عارفينش عليها شي اخبار. في الرباط انا قمت عافاك خليك شي بلاصه فيها الكونيكسيون عافاك خليك شي بلاصه فيها الكونيكسيون اللي راه عندي الدار حيت الدار هنا راه عندنا هنا شويه ناقصه البلاصه فين كاينين واخا يحاولي باش الناس يسمعوك. انا المهم هي هذيك مشات البنت
قادات داكشي اللي قادات مشات لنهار غتركب في الطياره، قالت لي امور اليوم غنركب وهادي. المهم ركبات البنت مشات في حالاتها، وصلت عند ديك السيده كتهضر معايا وكل شيء شي عام، واو جلست دوزت عندها عام كتهضر معايا وكل شيء. المهم الصرف ما كاين، المهم قالت لها باش قالت ليها قالت لها تجي تخدمي كوافوره، حيت بنتي عندها كوافوره، بنتي كوافوره داكشي ديال العرايسات وداكشي ديال الماكياج وداكشي. المهم البنت مشات ها كنهضر معاها بخير لاباس لا ردي لبراسك وهادي وهادي وهادي. قالت عندها عام وست شهور قالت لي امي راه ما بقيتش عندها هذيك، راه خرجت من عندها راه داكشي اللي تنقلص منه راه ما تعطيني والو، راه هادي وشوف انا دابا انا عام ونص ما عمرني صيفط لك الريال. قلت لها شوفها بنتي غير ردي لبراسك قلت لها تبقي غير انتي بخير ماشي مشكل. خرجات من عندها مشات هي وشي وحده اخرى كراو شي دار ولا ما عرفت. المهم خدموا عاوتاني هي وهذيك البنت كوافورت. المهم بدات شويه كتصيفط ليا، مره صيفط ليا ديك 40 مره 50 مره 60 مره، المهم كل مره تلوح ليا. دوزات دابا في السعوديه دوزات دابا 5 سنين، خلات ليا البنت صغيره عندها عامين ونص. دابا البنت راه عندها 8 سنين كتقرا دابا في الثاني ياك. اها شحال معاها هي في السعوديه دابا؟ 5 سنين. ومرأة جات للمغرب؟ نعم مرأة جات للمغرب. اها تنقول لها بنتي غير ركبي وجي في حالاتك، ما عطاتك تما ما عطاك تما غير ركبي وجي في حالاتك، ولا سير طلبي شي حد يركبك، ولا سير الا ما عندك سير عندهم تما فين كيمشيو الناس يركبوك ويصيفطوك. قالت لي ما قدرتش انا نجي للمغرب، انا شحال هنا وانا هنا وانا ما درت والو ما هادي، وكنقول لها غير جي. المهم جلست البنت جلست البنت جلست البنت جلست البنت، واحد النهار اش نقول لك 22 شهر تسعود فاش كان الموسم ديال تمانات 22 شهر تسعود وقيله ديال هاد ديال 22 2022. المهم قالت لي امي راه غنصيفط لك شي فلوس. المهم كنتسنى اليوم غدا اليوم غدا، واحد النهار سنت عليها قلت لها فينك، قالت لي امي راه مريضه راه درت قصيده. قلت لها فين ما قلت لها ديك شي طومبيل، قالت لي امي الا خرجت نمشي نقلب عليك راه عاوتاني ضربتني الطومبيل في الطريق. قلت لها ها هو ديري ابل نشوفك ابل فيديو. قالت لي امي راه ما تيشدش هنا الزيغ البنت يا نعسه غير في الاوتيل ولا ما عرفت. المهم صورت لي رجليها ويديها كاع محروجين بدات كتبكي بدات كتبكي. انا ما كون غير من تلا هاد الحاله وهادي وهادي. قلت لها شوفي راه انا قلت لك ما تمشي نهار الاول قلت لك ما تمشي لتما، وزيد قلت لها صافي صبري دابا دابا يسع عليك الله وجي في حياتك المغرب، جيبي قلت لها غير شنطتك وغير حوايجك اللي فوق دارك وجي دبري. قلت لها شوفي شي حد يكبك طلبي، قلت لها خرجي طلبي تما بحال هكا بقات كتبكي. قالت لي قلت لها صافي بنتي سير الله يعاونك والله يرضي عليك، رضيت عليها وهادي وهادي. غد ليه صونت عليها ما جاوباتنيش عاود صونت عليها الغد لها وتاني صونت عليها جاوباتني. قلت لها ورك فين كامينه وانت مريضه وهادي وما تليتي قلتي لي والو ما تليتي هضرت معاكم صون عليك ما كتجاوبيني. قالت لي امي صافي راه راه بريت شويه راه جد الدواء شريت الدواء راه بريت راه وليت بخير. ويني قالت لي امي هاد النمره اللي كتهضري فيها دابا ما تبقيش تهضري فيها. قلت لها قلت لها علاش؟ قالت لي المهم ما تهضريش فيها هكا. قلت لها قولي لي عطيني شي نمره ديال شي حد نهضر فيها هاد البورطابل ديالها. قالت لي قاصر ليها. قلت لها عطيني شي نمره نهضر فيها. قالت لي علاش بغيتي نوالد عباد الله؟ قلت لك هاد النمره ما بقاش تهضري فيها صافي سكت عندي. من ذاك النهار ما شفت ما هضرتها لدابا. واخا ما عيطتلاش في ديك النمره دابا دابا 6 شهور دابا طالعه في 7 شهور ما كتهضرش. دابا عندي واحد النمره ديالها فيها امينه بنتي مكتوبه فيها امينه بنتي كان صوني فيها كان تايقراو تايتصوني صوني 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 حتى كيقطعوا يقطعوا عليا مره يقطعوا عليا مره يقطع بوحدو مره يديروا لي واحد البلاكه بيضاء ما عرفت انا شنو هذيك البلاكه بيضاء. ونصيفط له جيوات وكلشي كيقراوهم والو ما كانش يجاوب. صيفط تصاوري صيفط تصاور بنتها صيفط اي حاجه اللي درت في الدار كنصيفطها ليها. والبارح البارح صيفط لي واحد الصوره ديال بنتها يلاه
يلا صيفطها بواحد شويه صوناطه من الواتساب، يلا بغيت نشد سميتها قطعوا عليا صافي. واحد النهار عاوتاني دايرين ابيل، كنت انا ناعسه ياك كنت انا ناعسه ودايرين ابيل. ملي فقت من النعاس في العشيه قلبت البورتابل لقيت الابيل ديالها ديك النمره ديال امينه بنتي، راه صيفطت عليكم نيس. هادشي اللي كان دابا هي ربنا شي حد شدها فشي بلاصه، قال لها التليفون اللي قال ما تهضريش مع حد، ربنا دار لها شي حاجه كيراقبها ولا شي. المهم هادشي اللي عليها ما هي راه ما تقطع عليا الهضره، واخا غيكون لي يكون واخا تقول لي غير امك صباح الخير ولا مساء الخير ولا امك كي دايره ولا هذيك الهضره ما تقطع، ما عمرها قطعت عليا. قطعت ديك يومين ثلاث ايام اربع ايام السيمانه كاع الا كثرات، ما تقدرش تقطع عليا هادشي كامل. دابا طالعه في 7 شهور هضرتها ما عمرني سمعتها، كنقول لها في الفيديوهات غير بنتي هضري معايا غير نسمعك واش حيه ولا ميته ولا في السبيطار ولا شي حاجه بحال هكا والو والو. كنقول لها عطيني النوامر ديال شي صاحبتي كل شي حاجه، تقول لي امي انت وانت انت مريضه، قالت لي بغيتي النوامر ديال عباد الله خليك، راه انا كنهضر معاك صافي يا امي، انت ما ديريش حاجه في راسك راه بخير، هنا راه ما كاينش اللي يتعدى عليك ما كاين هادي. واودي عطيني شي نمره ما تعرفهاش تجيب الوقت والو. وحتى هذيك السيده اللي مشات عندها اللي توصل هذاك السيد ذاك الشريف وما عطاتني حتى سميتها لا نمرتها لا والو. هاد النمره طافيه خلاص، اللي عطيتي اللي زادمين راه طافيه. نتمنى الناس ديال السعوديه كاين شي واحد في السعوديه الاخوان نعطيوه الرقم يتصل بها الاخوان، كاين شي واحد من الناس ديال السعوديه معنا هنا هنايا في اللايف. التصويره واضحه هاهي التصويره ديالها، الناس ديال السعوديه هاهي التصويره ديالها اللي عارفها، هاهي التصويره كلشي بارطاجي، هادي التصويره ديالها الناس اللي في السعوديه كلشي بارطاجي كلشي. هادي بلاتي نزيد نوريكم شي تصويره اخرى. الناس ديال السعوديه عندنا حتى الاقامه ديالها راه مصيفطين، ولكن ما عرفوش نحطوا الاقامه ولا لا، على ما اظن ما نقدروش نحطوا الاقامه ديالها ياك. بلاتي نشوف، عندي واحد التصويره مسكينه باينه تتبكي، مصوره مسكينه تتبكي، شو مسكينه تتبكي هنايا شو. واللقطه اللي غريبه هي ما عرفتش شكون، واش هادي مرا اللي مصوره ولا راجل، حيت لابس البيض قميص ولا ما عرفتش واش مرا ولا ولد. عافاكم كلشي بارطاجي، الله يجازيكم بالخير كلشي 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 بركه على جام. المهم هاد التصويره عافاك الناس اللي تيتصلوا راه غتبان الرقم ديالكم في اللايف، انتبهوا هاد تصويرتها سكرينيو عافاك كلشي سكريني سكريني وعافاك وحطوها في الجروبات ديال السعوديه. ولدي باغي اخالتي راه عيطوا لذاك الرقم ولقاو حتى هو طافي، لقاوه طافي. هي راه طفى راه طفى هذاك، قلت لك انا بلوكوني كاع، انا بلوكوني كاع، راه سميتو سميتي هنا ذاك اللي كان صنوا فيه تنهضروا فيه في الوط... ابو ماهر سميتو ابو ماهر ابو ماهر. هي تفضلي انا نقول لهم يعاونوا لي لا يرحم والديهم، يعاونوا لي لا في برا اللي في برا في السعوديه اللي في المغرب اللي في الله يرحم والديهم، يعاونوا لي هكا هكا يعاونوني غير تبان. الله يرحم والديك، الله يرحم والديهم كاملين، الله يعطيكم الجنه، الله يعطيكم ما تمنوا في خاطركم، الله يطول عمركم. هاك ها ها بنتها تهضر معاك ولدي بدر. واخا بدر بنتي نعم بنتي شنو بغيتي؟ عافاك كرمي على ماما راجو حساب بزاف. هدري هدري كامل كلشي تيسمعك، شنو سميتك؟ هنا شنو شنو هاتي شنو بغيتي هنا؟ بغيت ماما ترجع لينا. اها ونجي نشوفوها. توحشتيها بزاف؟ خلاتني باقا صغيرة. ودابا شحال في عمرك؟ عندي 8 سنين. 8 سنين؟
هضري على الناس كاملين تيسمعوك، قول لهم عارفك ومعاهم كاع الناس يسمعوك. عارفك ومعاهم قولوا معاهم يلقى ما مرات وحشتها. عارفك ومعاونني را بس لقى ما مرات را جحشة. ان شاء الله عافاكم كل شيء بارطاجي. عافاكم عاونوا نلقاو ماما. انا كاع نصيفط لك اولدي بدر التصاور ديال بنتها. لا عافاكم كل شيء بارطاجي. لا بلاش لا ما نوري وجهها مازال صغيره هي. هذاك الشيء اللي كاين اولدي راه شي كيفاش. شنو سميت البنيه تدوزي اللي تهضر مع الناس راه فهم الله قاش فيا والله. دوزي لهم تهضر معاهم. قلتي لنا في الجلسه. شو السميه ديالك قلتي لي؟ شو السميه ديالك؟ هانا. هانا شنو هانا؟ مش عارفكم الناس اللي كاين في السعودية يقلبوا على امي. على ماما. لا ماما مسكينة توحشاتها. شحال دابا باش ما شتيهاش؟ شحال الوقت ما شتيهاش؟ عندها 8 سنين. 5 سنين. 5 سنين ما شتيهاش. خلاتي عندي عامين. تتقراي يا هناء؟ تتقراي؟ فاش؟ الثاني. مهم باغا تقولي شي حاجه اخرى لهاد الناس هادو كاملين اللي تيسمعوك دابا؟ كلشي بارطاجي كلشي. انا بغيت غير ماما اللي تعاونوني نلقى ماما. عاونوني الرحمه ديالهم. عاونوني نلقى ماما. سميت ماماها امينه بلاتي نقلب الكوكي. امينه الكوكي. عافاكم الامهات كلشي بارطاجي هاد اللايف. عافاكم كلشي اللي تيسمعني يبارطاجي هاد البنت. هما امهات غتحسوا بهاد البنيته. مازال باغا تقولي شي حاجه اخرى هناء؟ تزيدي شي حاجه اخرى للناس؟ ما تقولي شي حاجه. قولي مازال قولي عزيزي ربي خير الله يرحمها ديما قلبوا لها ماما. عاونيني نلقى ماما. بيت انا غير ماما تحسها بزاف غير تجينا نشوفها. امينه الكوكي عافاكم كلشي بارطاجي في لي جروب. كلشي بارطاجي هذا اللايف هذا. الله يجازيكم بالخير. اي واحد تيشوف هذا البرنامج كلشي بارطاجي. الله يجازيكم بالخير. كلشي بارطاجي في كاع لي جروب دابا. الا كنتم مغاربه نيت بصحه على وجه هذه البنيته هذه. عافاك قولي لهم عافاكم بارطاجيو. هنا عافاكم بارطاجيو. قولهم باش نلقى ماما. انا نبارطاجي. انا والله حتى غنبارطاجي. اسمحوا لي. عافاكم كلشي بركب على بارطاج. انا غنبارطاجي معاكم. المهم انا نبارطاجي. توحشت ماما ما شفتهاش 5 سنين هادي. توحشت ماما ما شفتهاش 5 سنين هادي. كلشي بارطاجي. ان شاء الله هانا ان شاء الله قريب غتشوف فيها ان شاء الله. واخا هانا كلشي برك على جنب. شكرا عمي. بالعكس مرحبا شكرا لك. خالتي حبيبه نتمنى وانا غدا نحط هاد الحلقه هاد الفيديو راه غنعاود نحطو. نتمنى اللي شاف هاد الحلقه يبارطاجي غدا. بارك الله فيك اولدي يرحمو والديك. الله يجازيكم بخير كاملين فيما كان شي مسلم. الله يرحم والديه. الله يرحم والديه. عاونونا نلقاو هذيك البنت ترجع لبنتها. راه تحرقنا عليها. راه ربي اللي عالم.